يلا معانا فريق ادوات الاستفهام. فريق ايه؟ طيب انا هطلب من اين تطلع. مين معاه اين؟ تمام، اطلعي كده يا اين، اطلعي 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 قدام. يا ترى يا سنة تانية اين للايه؟ للمكان. اين للايه؟ للمكان. سقفة كبيرة لاين، سقفة كبيرة لاين. جاي مكانك تاني. انا هطلب من لماذا تطلع قدام. مين معاه لماذا؟ ممتازين. لماذا للايه؟ السبب. ممتازة يا جنى. لماذا للايه؟ السبب. سقفة كبيرة للماذا. سقفة كبيرة كبيرة كبيرة. اهدى شوية. طيب انا هختار من متى تطلع قدام. مين معاه متى؟ تمام. متى دي للايه؟ الزمان. الزمان. متى للايه؟ الزمان. متى للايه؟ ما انا لو قلت لك متى تستيقظ او متى تستيقظ هتقولي استيقظ الساعه كام؟ السادسه. فالسادسه دي زمان ولا لا؟ زمان. سقفه كبيره المتى. شكرا يا متى. شكرا. انا عايزه من كيف تطلع قدام. مين معاه كيف؟ تمام يا بابلي. كيف دي للايه؟ للحال. كيف دي للايه سنه تانيه؟ للحال. سقفه كبيره الكيف. شكرا يا كيف. انا عايزه من ما او ماذا تطلع قدام. ما او ماذا لغير الايه؟ لغير العاقل. شكرا. ما او ماذا. متشكرين جدا. شكرا. سقفه كبيره. تمام. انا عايزه من اهدى شويه. انا عايزه من من تطلع قدام. من من. من مين معاه من؟ تمام. من ايه؟ للعاقل، يعني حد عنده عقل. لو قلت لك مثلا من يعالج الناس. مين بيعالج الناس؟ الدكتور او الطبيب. ممتازين. يلا شكرا يا من. ارجعي لورا يا من. شكرا يا من. سقفة كبيرة لمن. انا عايزة كم تطلع قدام. فين كم؟ الله. كم للعدد. كم للايه؟ للعدد. سقفة كبيرة الكم. ممتازين قوي. سقفة كبيرة كبيرة لفريق ادوات الاستفهام. سقفة كبيرة قوي قوي قوي.